أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة. هذه فقرة أخرى من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، بعد الصلاة على رسول الله وآله، التي يفتتح الإمام عليه الصلاة والسلام كل فقرة فقرة من هذا الدعاء بها. في هذه الفقرة الإمام يدعو بتسعة أدعية، تسع جمل. هاتان جملتان من هذه التسع: أبدلني من بغضتي، بغضة يعني بغض، أهل الشنآن. الشنأ والشنآن والشانئ معنى واحد، صيغة واحدة، تعبير واحد. العداوة عندنا بغض، وعندنا عداوة، وعندنا سوء خلق. قد تتفرق هذه، يعني واحد عنده بغض ولكن ما يعادي، واحد لا عنده بغض ويعادي، واحد عنده بغض ويعادي ولكن مو بسوء خلق، قد يكون مع سوء خلق. في كتب اللغة يفسرون الشنآن بالبغض والعداوة مع سوء الخلق. إن شانئك هو الأبتر، شانئ يعني هو هذا الذي يبغض ويعادي مع سوء الخلق، هذا الشانئ. الإنسان يعرض في حياته للشانئين، الشانئون يبغضون الإنسان، يكيدون بالإنسان. قد يكون الشنآن نتيجة عمل سيء من الإنسان نفسه،
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قد يكون لا مو من نفس الإنسان، الله سبحانه وتعالى أنعم على شخص بجمال يكون له شانع، أنعم على شخص بذهن وقال يكون له شانع، أنعم على شخص بحسن خلق يكون له شانع، أنعم على شخص بنعم مختلفة يكون له شانع. يعني هناك ناس يبغضونه ويعادونه مع سوء الخلق. الإمام عليه السلام في هذه الجملة من هذه الفقرة من الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذه البغضة، هذا البغض من أهل الشنآن. هنا فد نكتة أكو، الإمام عليه السلام ما يعبر، ما يقول من الشانئين، القرآن عبر شانئ. القرآن الكريم بالنسبة إلى القضية الخارجية قال إن شانئك هو الأبتر. الإمام في هذا الدعاء ما يقول اللهم أبدلني من بغضة الشانئين. هاي نكتة أكو في كلمة أهل. قد يكون هناك شانع عفوي، قد يكون الشنآن يكون حرفة بمنزلة الحرفة. يعني بعض الناس شغلهم شنآن، عملهم شنآن، يشوف منو عنده نعمة عادي، منو الله متفضل عليه يسيء الخلق، منو الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم يخلق مشكلات له. قد يكون الإنسان له شانع، قد يكون الأفراد الذين مهنتهم الشناء ما يقولون أهل العلم، أهل الكسب، أهل التجارة. كلمة أهل يستفاد منها أن هذا الشيء مهنة للشخص، عمل إليه، بنى عليه. قد يكون في واحد يتعلم مسألة، يتعلم حكم، قد يكون في واحد لا جند نفسه للدراسة للمسائل للأحكام، هذا يسمى أهل العلم. قد يكون فد واحد مرة حصل فلوس وتاجر به، هذا ما يسمى أهل التجارة. مرة واحدة تاجر، مرة واحدة اكتسب. قد يكون فد واحد لا شغل التجارة، شغل الكسب، هذا يسمى أهل الكسب. هذه كلمة أهل هنا لعل فيها هذه النكتة، اللهم أبدلني من بغضة أهل الشنآن. أهل الشنآن شو تسوي وياه؟ شغله هذا، عمله هذا. أهل الشنآن مثله، مثلهم مثل العقرب، عقرب تلدغ، شغله تلدغ. أكو حديث معروف في
في الكتب على الألسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليستلم الحجر الأسود، هناك كانت عقربة أو كانت عقرب، عقرب مؤنث سماعي، فلدغت يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله: لعنك الله، لا برًا تدعين ولا فاجرا. أشكل منقول. هسه العقرب شنو شغله تلدغ؟ مو إلا دغة عفوية ومرة تلدغ مرة ما تلدغ، لا، شغلها هذا. أهل الشنآن الناس اللي شغلهم يشوفون من أي نعمة عنده يسوي مشاكل، يسوي مشكلات، يخلق له مآسي. هذا واحد شلون يتخلص منه؟ مو مشكلة ومشكلتين، هذا يتربص بالإنسان في المجتمع على طول. أكو هيج ناس، من يخلص الإنسان من هيج ناس؟ الله. إلهي أنت خلصني، أبدلني. إلهي هذا أهل الشنآن، هذول اللي شغلتهم شنآن، ليل ونهارهم في هذا التفكير. ينقل وما أكثر القصص في هذا المجال، أنه فد شخص مرض وكان يموت، قال للابن: روح ادعو لي فلان 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 فلان، جاب أسماء مجموعة من الناس، قالوا ادعوهم يجون، قالهم دعاهم اجوا. والرجل مريض مسجع نايم، قال لهم: لكم كلكم حق علي، حللوني. قالوا: لا، شنو حقنا عليك؟ قال: ليش لكم حق علي وأنا دا أموت، حللوني. قالوا: إحنا ما ندري إلنا حق عليك، بس قل لنا شنو الحق حتى نحللك. توسل بيهم: بس أنا دا أموت، ما يجي مني، ما أقدر أدارك شي، بس تعرفون أو ما تعرفون شي فيه؟ قالوا: لا، إلا لازم تقول، وإلا ما نحللك. قول شنو حتى نحللك. قام واحد واحد يخاطبهم قصة مفصلة. إجمالها قال الأول واحد: فلان، تذكر نخيل بستانك احترقت في الوقت، وانت ذبيتها برقبة فلان، محكمة وقاضي، روح تعال وشهود، أنا اللي حرقت نخيلك مو ذاك المسكين. شلون؟ بين زيد وعامر صار نقاش، صار بحث. زايد ناقص، احتد زيد على عامر، وعامر احتد على زيد، وعامر هدد زيد، قال له: أنا ترى أحرق نخيلك. تهديد لفظي، مو صدق يريد يحرق نخيله. هذا الرجال اللي دا يموت هذا سماع، راح نص الليل حرق نخيل زيد. مو عامر كان مهدده؟ اكيد ذب برقبة عامر واشتكى على عامر. عامر المسكين ما يدري، بس تهديد مسوي، قال: انا هددت بس ما سويت. شلون يصير انت ما سويت؟ وقال للثاني: المشكلة اللي صارت عندك بالقضية الفلانية أنا سويتها مو فلان. وقال للثالث وقال للرابع. أهل الشنآن هذا شو تسوي؟ وهذا مو واحد واثنين بالمجتمع، بالمجتمع أكو كل شيء. والله سبحانه وتعالى ليختبر عباده
هو أعطى اللسان لكل إنسان، والقوة لكل إنسان، والفهم لكل إنسان. فد واحد يستفيد من هذا اللسان، من هذه الطاقة، من هذا الفهم في الخير، فد واحد يستفيد من هذه الطاقات في الشر. والإنسان المسكين، الإنسان البريء، الإنسان الغافل عن كل شيء، هذا ايش مدري، هذا نايم بالبيت المسكين، ما يدري من يتربص به، من يدي يفكر يا حفري يحفر له ويذب بيها ويسوي له مشكلة ويتهمه ويخلق له بليات، من يخلص الإنسان من هذه الأمور؟ من يخلص غير الله؟ ماكو غير الله، ماكو يدري ويقدر. الله هم يدري هم يعرف هم يقدر هم يسوي. ادعوني أستجب لك. أحيانا دعاء بتوجه يخلص الإنسان من مشكلة 40 سنة، ويوم القيامة ينكشف له لو كان هذا الدعاء 10 دقائق دعا به، لو كان منتبه إلى هذا الدعاء كان 40 سنة مبتلى، ولكن خلصت، راحت 40 سنة، راحت 20 سنة، راحت 10 سنوات. الدعاء يصنع هذه. إلهي هذه البغضة لأهل الشنآن، لأهل هذه الحرفة، شغلتهم هذه البغضة، إلهي أنت بدلها إلى محبة. قلوب مو بيد الله، كل القلوب بيد الله، كل القلوب. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمة يغير. إلهي هاي البغضة أنت أقلبها إلى محبة، إلى حب. حتى هذا يحبني لا يسوي وياش شنآن، لا يسوي، لا يخلق لي مشكلات. وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة. في تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المئات والمئات من هذه القصص. رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الأئمة 9 من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي تاريخ علمائنا الأبرار الإنسان يستضيء بهذه القصص. المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله عليه، أنا أنقل القصة من الشخص الوسيط بين السيد أبو الحسن وبين واحد من أهل الشنآن. طبعا ما أعرف ذاك من أهل الشنآن. سمعت قصة من الوسيط. طبعا هناك كلمة أكو، القرآن الكريم بكل صراحة بجنب الدعاء يأمر بالسعي، وأحدهما يكمل الآخر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بجنبه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءك. دعاء ماكو سعي وحده ما يفيد، دعاء وحده بلا سعي، أحاديث روايات مستفيضة أكو ما يفيد، أحدهما يكمل الآخر. الإنسان لازم هو بالمقدار اللي أوتي من فهم وطاقة هم يسعى في هذا،
حتى يقلب أهل الشنآن إلى المحبين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أساء معك، أنت رد الإساءة بالإحسان. هسه ما أدري في كلمة ادفع في هذه الآية الكريمة بالقرآن الحكيم، هل المراد الدفع مقابل الرفع؟ أعم من الرفع. إن كان بمعنى الدفع مقابل الرفع، أكفد نكتة لطيفة هنا، حتى إذا كان بمعنى الأعم من الرفع هم بنكتة. لعل الدفع ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يقولون فد واحد إذا لص يريد يطب البيت ويسرق، الإنسان يقفل باب البيت قبل اللص يطب حتى ما يقدر اللص يدخل، هذا دفع للص. أما إذا اللص دخل البيت واحد يريد يطلع من البيت، هذا رافع. إذا كان ادفع في هذه الآية الكريمة بالمعنى المقابل للرفع، يعني هكذا يمكن تصور كأن السيئة صدرت من صاحب السيئة وتجي أنت قبل السيئة توصلك بالتي هي أحسن ادفعها، لا تخليها توصل إليك. أنت كن السابق في الدفع، مو تخلي السيئة توصلك بعدين تدفعها ترفعها. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. شنو نتيجته؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كلمتين هنا ولي حميم، هذا اللي عاديك عدو لك، إذا أنت أجبت السيئة بالحسنة هذا يصير محب لك ولي وحميم ويحامي عنك يدافع عنك بقلبه يحبك، هذا العدو، وبطاقاته يدافع عنك يحامي عنك ولي حميم. أنا ما أستحضر في القرآن الكريم آية أخرى الآن ما أستحضر نظير لهذه الآية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، خلصت بعد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا صعب، صبر يريد، كلش صعب. واحد يسب الإنسان، الإنسان يحسن، واحد يأذي الإنسان، الإنسان يحسن، مو سهل هذا، يريد تصميم، تصميم أقوى من الفولاذ، الفولاذ يذوب بالتراب 100 سنة 200 سنة يذوب، أما هذا ما يذوب، هذا التاريخ ما يذوب، يريد صبر، صبر مر ولكن النتيجة حلوة بنسبة مرورة الصبر تكون إليه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا اللي حظ عالي هذا اللي يتوفق لهذا الشيء، بس المفتاح بيد الإنسان. الذين كانوا ذا أصحاب حظ عظيم الذين صبروا من أمثالنا كانوا بعض، يفتح بيد الإنسان.
هذا تصميم الإنسان، تربية الإنسان. الرجل قال كان شخص يسبسد أبو الحسن رحمة الله، كان شخصية، الشخص اللي يسبسد أبو الحسن شخصية اجتماعية يعني، وكان يذكر هذا الرجل لي التعبير، تعبير السب ماله، أنا ما أذكره، ما أشوف مناسب أنقل السب اللي كان يسبه السيد أبو الحسن، كلمة لاذعة، كلمة نابية. يقول أنا صديق ويا الرجل، عندي صداقة قديمة وياه، وصديق ويا السيد سيد أبو الحسن رحمة الله. يقول سيد أبو الحسن هم يبلغه الخبر. فدي يوم من الأيام قلت للسيد سيد أبو الحسن، قلت هذا هالشكل، قال أدري. قلت له سيدنا شو تسوي وياه؟ قال أنت خو صديق وياه، أنت تدبر لي. قلت شنو أدبر له؟ قال شوف لي فد مناسبة حتى أنا أزوره. قلت سيدنا تزوره هذا؟ قال إيه. هذا يريد تصميم، هذا بدون تصميم مسبق واحد ما يقدر يسوي. سيد أبو الحسن مو محتاج لهذا الرجل، مرجعيته، علمه، فلوسه، شخصيته. ولكن الإنسان إذا صار ذو حظ عظيم، ذا حظ عظيم، يتصد له الأمور. قلت له سيدنا تزوره؟ قال إيه. يقول أنا هواي أفرح إذا السيد مستعد يزوره، المشكلة تنحل. يقول لي أنا كنت أحس بمرارة، أتألم من هاي القضية، وأحكي ويا الرجل بس الرجل حائل ما يتنازل، لا لشيء. ها سيد أبو الحسن لا بايقة والعياذ بالله، لا مأذي، لا ساب، لا. سيد أبو الحسن الله متفضل عليه بزعامة، بعلم، بتقوى، بفلوس، برياسة، بمرجعية، هذا يسب. فش يسوي؟ يبطل يسد باب حوشة، يقول للناس لا تجوني، لا تقلدوني. أخلاق عنده، علم عنده. يقول أنا إجيت ذاك الرجل، كل ما أجيب اسم السيد هو هم يجيب السباب اللاذع ماله. يقول فد مرة تمرض الرجل، صار مريض. اجيت قلت للسيد أبو الحسن هذا الرجل مريض بالفراش نايم. السيد قال ما يخالف، شوف لي موعد أزوره. يقول أنا مفرحت. اجيت قلت له فلان. يقول ما قلت له رأساً سيد أبو الحسن يريد يزورك، لأن أدري عنيف الرجل. هذه القصص تنقل وتتعلم للعمل حتى في هيك مستوى. يقول أجيت قلت له فلان هسه أنت مريض والناس يجون يزوروك، خاف سيد أبو الحسن هم يزورك. قال لا ذاك ما يجيني، بلغه عني ما بلغه، ذاك ما يجيني. قلت له خو أنت تعرف سيد أبو الحسن يزور كل واحد، كل مكان يروح جايز هم يزورك. قال لا إلي ما يزورني، ماكو واحد مثلي. يقول قلت له هسه لو زارك؟ قال والله أهينه. قلت له خاف من الله. يقول ذاك الرجل هم مو سيد. قلت له خاف من الله. قال بس هو ما يزورني. قلت له خاف من الله، سيد ابن رسول الله، عالم، مرجع تقليد، هسه يزورك او ما يزورك؟ بس اذا يزورك، قال إيه لو زارني ما يزورني، بس لو زارني والله اهينه. يقول هو من بعض العشائر. يقول هسه الإسلام نخليه على الكتر، أنت مو ملتزم بالعادة العربية؟
تهين واحد في بيتك وعيب عليه، يقول من قلت له هذا صفانة؟ قال بس ما يزورني. قلت له هسه لو زارك شو تسوي؟ قال شو أسوي بعد؟ شو أقدر أسوي؟ قال بس ما أقوم لأنا، ما أهينه بس ما أحترم. يقول أنا ما قلت شيء، جيت قلت للسيد أبو الحسن، نقلت له القصة، قلت كيت وكيت هالشكل قال هالشكل قال، وصل إلى حد أنه ما يهينك بس قال أنا نايم ما أقوم له، هو يقوم الآخرين من يجوا مريض بس يقدر يقوم يقعد، السيد قال ما يخالف مو مهم. يقول السيد أجا زاره وأنا وياه الرجل اللي ينقل لي القصة. يقول دخلنا عليه، السيد سلم عليه، هو هم سوى روحه مريض ما يقدر يتحرك ما يقدر يقوم، قام يجبجب بالكلام. السيد قال له شلونكم؟ قال الحمد لله. يجاوب بقدر الضرورة، كلمة واحدة يجاوب على كل. يقول السيد تلاطف معه وقصة مفصلة. يقول بعدين السيد بأخلاقه بأسلوبه تعامل معه، من إجا ما قام للسيد ولا قعد له، قام وإجا للعقد برا ودع السيد نتيجة أخلاق السيد. يقول أنا هم رحت ويا السيد أبو الحسن، بعدين رجعت إليه قلت له ها شلون شفت السيد أبو الحسن؟ قال والله هذا صاحب الزمان ورا سيد أبو الحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي يحبك، حميم يحامي عنك يدافع عنك. قال صار من المدافعين للسيد. أبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، هاي المحبة دعاء يحتاج، عملهم يحتاج، دعاء يحتاج، عملهم يحتاج. ومن حسد أهل البغي المودة، أي كلمة أهل في هاتين الجملتين لها مكانتها. البغي الظلم، الحسد يكون في القلب، أنتم أهل العلم علماء خطباء، الحسد نبتة في القلب، ولكن هاي النبتة في القلب تضغط على الإنسان، تضغط تضغط آثار هذا الحسد تظهر على اليد واللسان. ولذا في حديث رفعك ورفع عن أمتي 9 خصال، واحدة منها والحسد ما لم يظهر بيد أو لسان. الحسد فتشي يضغط إلى ضغط حتى يطلع من اللسان، يترجم إلى سب، إلى أذية، إلى فحش، إلى تهمة، إلى غيبة، أو إلى يد والعياذ بالله، ضرب، أذية، قتل. أهل البغي عدنا باغي وعدنا أهل البغي، عدنا ظالم وعدنا أهل الظلم. أهل البغي هذا المحترف البغي، شغلة البغي، شغلة الظلم، بنى أمره على البغي، هذا اللي بنى أمره على البغي ويحسدك شو يسوي؟ يسكت عنه؟ يخلي هذا الحسد بالقلب بس بالنفس ليل ونهار يفكر أي بلا ينزل براسك؟
ومن حسد، يعني وأبدلني من حسد أهل البغي المودة. شوفوا هناك محبة، هنا مودة. هاي مو مجرد تغيير تعبير. صاحب مجمع البيان وفي غير مجمع البيان أيضا، أنا عن مجمع البيان ببالي، يقول المودة محبة ظاهرة، مضمونها هالشكل. يعني قد يكون فد شخص يحب شخص ولكن ما يتظاهر بهذا الحب، هذا ما يسمى مودة الشكل يقول. أما إذا يحب ويظهر هذا الحب، هذا يسمى مودة. هذه اللي شغلة بغي، محترف الظلم، بنى أمره على الظلم، عقربه تدور شنو تلقى وتلدغه. إلهي أنت هذا الحسد اللي مو حسد من إنسان عادي ويضم ما يظهر بيد ولا لسان، لا حسد أهل بغي، حسد محترف البغي، شغلة بغي، هذا حسد أهل البغي اللي أكيد راح يترجم إلى عمل، إلى أذية، إلى ظلم. إلهي أبدلني من هذا الحسد المودة، يعني هذا الحسد إلهي امسحه، خلي بمكان حب مع إظهار الحب، هذا التناسب، حسد أهل البغي مع المودة إليه. لو هنا كانت محبة ما كانت بهذا الجمال، هذا التعبير. هذا من يسوي هاي شغلة الله، ولكن هم يريد عمل، هم يريد من الإنسان العمل، الإنسان يعمل حتى هذا الحسد لا يترجع. معروف عن، أنا أتذكر في كنا والألقاب شايف هاي القصة، معروف عن نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه. نصير الدين الطوسي هم عالم هم ملك، مو ملك ملك اصطلاحي، ملك لغوي، وزير يعني بيده كل شيء، بيده السجن، بيده الفلوس، بيده السيف، يعني قادر على هالأشياء، مو أعزل. كتب له شخص رسالة، هذا كاتبي بالكتب، أتذكر عنه في الكنى والألقاب شايف، واحد رجال عادي منهم ما مذكور بالتاريخ، لا مو شخصية. هذا من جملة ما كتب له، كتب له سباب، من جملة ما كتب له أجل الله السامعين، كتب له يا كلب. بس خل إحنا نفرض صرنا عالم في قرية أو خطيب في مكان، أو كان عندنا فد قدرة ضعيفة مو كبيرة، مو نصير الدين الطوسي اللي كل شيء يقدر يسويه، صدق واحد كتب لنا هيك رسالة، إيش راح نسوي؟ ورجال ضعيف ذاك، كل بلا نقدر ننزل براسه، شنو نسوي؟ هاي دروس من العلماء، هذول تلاميذ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تلاميذ مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نصير الدين الطوسي جاوب الرسالة كأنه رسالة في علم المنطق، كتب له وأما قولك عني كال، هذا مو صحيح، لأن الكلب يختلف عني، الكلب يمشي على أربع وأنا أمشي على رجلين، إذن مو صحيح هذا. الكلب مشعر، يعني كل بدنه يستر شعر، أنا بدني مو هالشكل. الكلب فصله، الفصل المنطقي، نابح،
وأنا فصلي الناطق. إذن خطأان أنت مشتبه أنا موكل. تدرون هاي القصة وحدها شقد تربي أجيال ألوف من الناس القابلين للتربية استعداد عندهم، شقد يتعلمون من هاي من هذا الجواب. هسه لو نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه كان يسجنه، كان يضربه، كان كل شيء يقدر يسويه، هذا ما كان مهم، لأن الملايين من الناس الشكل يسوون اللي يسبهم اللي يسبهم يكيلون له الصاع، مو صاعين، ألف صاع. إذا ما يقدر أكثر من صاعين يكيل له الصاع صاعين، أما إذا يقدر ألف. ذاك اليوم واحد ينقل إلي يقول فد واحد بالشارع سبني، يقول أنا هم شلت إيدي كل ما قدرت لما تعبت ضربت. هذا خو مو مهم، هذا مو مهم، هذا الشيء ما نهم من يطيح نفس الشيء يسوي. شنو فرق الإنسان والشلمان؟ طابوقة من تطيح من فوق نفس الشيء تسوي. شنو فرق الإنسان والطابوقة؟ لازم فرق أكو. هاي شغلة تريد نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه، هذا الجواب ما يقدر يجاوب به هالشكل جواب إلا بعد السنوات من الرياضة النفسية، الرياضة الشرعية، من ترويض النفس. قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المروي عنه: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. رياضة تريد، تصميم يريد حتى يقدر هالشكل يجاوب، وإلا ما يقدر هالشكل يجاوب، ما يقدر هالشكل يجاوب. عمل هم يريد، دعاء يريد، عمل هم يريد. وفي تاريخ أهل البيت وتاريخ المتعلمين من مدرسة أهل البيت علماؤنا الماضون رضوان الله عليهم جميعا، الكثير من هذه القصص. الإنسان يدعو من أعماق قلبه، مو يقرأ الدعاء، يدعو. أكو في الحديث العديد الإنسان اللي يدعو يعني يقرأ الدعاء الله ما يتوجه إليه. أنا وأنت نفس الشيء، ذاك الله سبحانه وتعالى في مقام ألوهيته تعالى وتكبر. لو واحد يقرأ فد حكي بخطاب بس ما منتبه ايش داي يقول، احنا نلتفت، هذا يستحق الالتفات. الإنسان يدعو مو يقرأ الدعاء. يقرأ زين مرحلة لأنه شوية شوية يتوفق، أما يدعو اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة. أسأل الله تعالى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أن يوفقنا للعمل والسعي من أجل هاتين الجملتين ويستجيب دعاءنا هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين.
المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. فألبس وجه الصلاح الحلى لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعالمين.